صباح الخير عليكم. كالمعتاد بنقابلكم كل يوم الصبح على مدى ساعتين من دلوقتي ولغايه الساعه 10 في هذا الصباح، اطلال اطلاله يوميه على كل المستجدات من الاحداث في كل المجالات. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا منى، وصباح الخير مشاهدينا الكرام. معاكم على مدار ساعتين تقريبا كالمعتاد، ومجموعه متنوعه من الحوارات والفقرات. بالتاكيد معانا مجموعه من الفقرات الثابته، نشرات رياضيه واقتصاديه، وايضا فقره الصحافه ومتابعه لابرز ما جاء في الصحف اللي صدرت صباح اليوم بالرأي والتحليل. كمان ايه يا منى، موضوع الحر اكيد اللي شغل المصريين، عندنا حوار مطول حوالين الحر والموجة الحارة، عايزين نعرف اسبابها بشكل علمي بقى. يعني ايه سبب انه السنة دي صيف غير عادي جدا على مصر من حيث ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة؟ ايه العوامل المناخية اللي ادت لوصول درجة الحرارة للدرجة دي؟ وهل ده يعني مؤقتا او يعني تجاوزا السنة دي، ولا ده هيبقى نظام صيفنا على طول الحقيقه؟ ربنا يستر، لان الموجه طولت. امتى بالظبط وهتنتهي امتى؟ عندنا تساؤلات كتير جدا هنسالها بشكل علمي لاحد المتخصصين في حوار مطول في هذا الصباح. كمان هيكون معانا موضوع مختلف يتعلق بالفتاوى. كان في مؤتمر انطلق بالامس بتنظيمه دار الافتاء المصريه يتعلق بتنظيم عمليه الفتوى. طبعا بالتاكيد بنتابع فتاوى كثيره بتصدر عن ناس غير متخصصين في امور الفتوى، بيحصل فيها تضارب وبتسبب بلبله وقلق لدى الرأي العام ولدى الشارع. عشان كده بيتم تنظيم هذا المؤتمر للوصول لرؤية موحدة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ده هيكون موضوع من موضوعاتنا ضمن فقرات هذا الصباح النهاردة. بعد الفاصل هنقابلكم مرة تانية، لكن بإطلالة سريعة على أبرز المستجدات من الأحداث والفعاليات اللي بتدور في مصر وفي مناطق مختلفة من العالم. خليكم معنا. على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، هنعمل جوله في الجيم، نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا تاني ومكملين في تمارين الرجلين. هنبتدي ان احنا المره اللي فاتت طبعا عملنا الليج اكستنشن والليج كيرل السيتد واحنا قاعدين، هنعمل بقى الشكل التاني من الرجلين الخلفي واحنا نايمين. هنبتدي نشوف ازاي بننام بالشكل ده. زي ما اتفقنا قبل كده ان في علامات، العلامات دي نبتدي ان احنا نظبط المفاصل بتاعتنا على اساسها، وبنظبط الوزن في الاول وبننام بالشكل ده، وببتدي ان انا اثبت ايديا وبرجع برجليا لورا وبرجع تاني. طبعا وانا بطلع بتبقى الحركه بتاعت الكونتراكشن او الحركه بتاعت الانقباض هي دي اللي انا بطلع فيها نفسي، وبرجع اخد النفس وانا نايس بالشكل ده. ريح. وهنبتدي نعمل اطالات لعضلات الرجلين. بخلي رجلي قدام بالشكل ده، وبحاول ان انا امسك مست رجلي ورجلي بالكامل مفروده، وببدل وبنبتدي نشتغل على جهاز الجلوت او الارداف. برضه بنتاكد ان الوزن مظبوط وبسند بالشكل ده، وبحط رجليا ورا وابتدي ان انا ازق برجلي لورا زي ما احنا شايفين. بتاكد ان صدري لامس الباد وازق لورا. طبعا وانا بزق لورا بطلع نفسي وبرجع اخد النفس، وببدل على الرجل الثانيه وبشتغل. وارجع تاني وهبتدي اعمل اطالات. العضله دي ببتدي ارفع رجلي على قد ما بقدر، وبحاول اوصلها صدري وبستريح
ببدل. وبستريح. هنبتدي نشتغل على الليج بريس. نفس الشيء ببتدي ان انا اظبط الوزن بتاعي. وبخلي رجليا مسافة ما بينهم تقريبا قد اكتافي، وبتأكد ان ظهري بالكامل لازق على الجهاز. وهبتدي اشتغل لورا، ما بعملش لوك او ما بقفلش مفصل ركبتي للنهاية. وبطلع وبنزل، وانا طالع بطلع نفسي، والعكس وانا نازل. ونستريح وبنبتدي نعمل اطالات العضلات دي. وبشتغل على الرجل الثانية. نستريح. الحلقات اللي فاتت احنا اشتغلنا على الانر ثاي، على الاوتر ثاي، وعلى الانر ثاي العضلات الداخلية والخارجية للفخذ. اشتغلنا على العضلات الامامية والعضلات الخلفية وعضلات الارداف. المرة الجاية ان شاء الله هنشتغل على عضلات الساق، ونشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مرة تانية، ونبتدي معاكم مباشرة تغطيتنا لاخر المستجدات والفعاليات المختلفة. ونبتدي بمؤتمر الفتاوى اللي هيكون معانا عليه النهاردة حوار مفصل. الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب حذر من التساهل في فتاوى التكفير اللي اصبحت للاسف سمة من سمات العصر، وبين انه صناعة الفتوى السليمة هي في حقيقة الامر اللي بتعمل على ترغيب الناس في الالتزام بالشرع الحنيف والبعد عن الغلو والتشتت. الكلمات دي كانت خلال افتتاح المؤتمر اللي بتنظمه دار الافتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة حوالي 50 مفتي من مختلف دول العالم. المؤتمر بالتأكيد هدفه الأساسي البحث في الفتاوى المغلوطة اللي بتثير البلبلة على مستوى العالم وعلى مستوى الرأي العام الداخلي كمان، ومحاولة وضع حلول لهذه المشكلة من خلال نوع من أنواع الاتفاق ما بين المفتين على مستوى العالم. على العموم ده هيكون موضوع في أحد حواراتنا النهاردة في هذا الصباح زي ما قلنا لكم قبل كده. كمان هيكون معنا تقرير دلوقتي عن افتتاح فعاليات هذا المؤتمر، نتابع التقرير. انطلاق المؤتمر العالمي الأول للإفتاء من القاهرة، والذي يشارك فيه كبار المفتين من 50 دولة، يبعث الأمل لدى علماء الأمة بأن يكون بداية حقيقية لمواجهة جادة للمؤسسات الدينية ضد فوضى الفتاوى المتطرفة. إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات كبيرة يعيشها المسلمون في مختلف بلدان العالم، في ظل انتشار موجات التطرف والإرهاب التي تشوه ديننا الحنيف، وفي ظل ظهور أناس موتورين ينتزعون الكلام النبوي من سياقه ويحملونه على المعاني والمحامي التي لا يحتملها اللفظ النبوي وفق قواعد الاستنباط الصحيحة، ويخلعون عليه ما وقر في نفوسهم من غلظة وعنف وشراسة، مع جهل كبير بأدوات الفهم وأدوات الاستنباط ومقاصد الشرع الشريف وقواعده. بدوره طالب شيخ الأزهر المفتين بمراعاة الفتوى الصحيحة لأنها العاصمة من التحلل من سماحة الدين، وأن ينفضوا غبار الإهمال عن التراث الإسلامي الذي حرم الناس من يسر الشريعة. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء السالفين والسلف الماضين. أيها السادة، آن الأوان لأن نبعث مثل هذه الكنوز من مراقدها في تراثنا العظيم، وننفض عنها غبار الإهمال الذي حرم الناس من يسر الشريعة ورحمتها. رئيس الوزراء أكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محافظ القاهرة أهمية المؤتمر لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تؤثر على المنطقة والعالم بأسره والبعيدة عن وسطية وسماحة الإسلام. ومن هنا جاء دور الدولة المصرية في دعم هذا المؤتمر الذي يمثل خطوة جيدة في مسيرتها
نحو نشر الوجه السامح للإسلام ومساعدة العقل المسلم بل والعقل العالمي للوقوف صفا واحدا في مواجهة الأفكار المتطرفة الساعية إلى تهديد السلم والأمن الإنساني. ويأمل المشاركون في المؤتمر أن يكون فاتحة خير لعهد جديد من الإفتاء ترتب فيه الأولويات وتراعى فيه الأعراف والمقاصد لمجابهة الواقع بفتاوى تؤسس لمجتمعات تنعم بالسلام في ظل شريعة سمحة وصالحة لكل زمان ومكان. محمد أبو حمد، النيل. الثانوية العامة دايما من الحاجات اللي بتؤرق المواطنين، والكل بيفكر نظام الثانوية العامة الجديد هيتغير ازاي، الجديد اللي ممكن يتم فيه بعد ما كان سنة بقى سنتين ورجع سنة تاني وغيره من التغييرات اللي بتطرق على هذا النظام. مؤخرا فيما يخص الثانوية العامة، وزارة التربية والتعليم اعتمدت نظام جديد بيعتمد على فكرة المحاضرات وتخفيض ساعات الدراسة لخمس ساعات على ان يشمل اليوم الدراسي ثلاث محاضرات. المفروض ان النظام ده هيقلل من نسبة التسرب من المدرسة، بمعنى ان الولاد كان معروف انه في الثانوية العامة ما بيروحوش قوي المدرسة وبيعتمدوا على الدروس الخصوصية. المفروض ان النظام ده هيزود نسبة الذهاب للمدرسة، لانه بيسمح على حسب تصريح المسؤولين بيسمح بانه الطالب يختار المدرس اللي هو عايز يحضر له دروس في المادة، وايضا ما بيبقاش في ضغط يوم دراسي كامل، وبالتالي ما بيضيعش وقته لانه اليوم تقريبا خمس ساعات بدلا من ست حصص على مدى يوم كامل. يعني اكيد هنشوف اصداء هذا التطور الجديد والى اي مدى فعلا هيساهم في حل مشكلة الدروس الخصوصية ولا لا. نتابع. في العام الدراسي القادم لن يكون النظام الدراسي القديم هو المعمول به في الثانوية العامة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم نظاما دراسيا جديدا يعتمد على تخفيض ساعات الدراسة إلى خمس ساعات وتقسيم اليوم الدراسي إلى ثلاث محاضرات في المواد المختلفة تكون مدة المحاضرة ساعة ونصف. النظام الجديد له عدة مميزات. أول حاجة بيرجع الطلاب للمدارس زي ما قلنا. الحاجة التانية بيخليني أختار، يبقى عندي فرصة لاختيار المعلمين واختار الأكفأ منهم. الحاجة التالتة إن هيرجع الطلاب للمدارس. الحاجة الرابعة بيقضي على الملل والرتابة، فبالتالي هيكافح الدروس الخصوصية. وإيه تاني؟ هيحببني في المدرسة، بدل ما أروح أخد درس في سنتر أو درس خصوصي، لا أنا هعتمد على إيه؟ ها؟ على المدرسة. أولياء الأمور من جانبهم طلبوا بدور أكبر في الرقابة على المدرسين داخل المدارس حتى تنتظم العملية التعليمية ويتم القضاء على الدروس الخصوصية بشكل كامل. النظام ده لو اتطبق صح هيبقى طبعا أفضل بكثير، وهيقضي على الروتين، والطالب هيحب الدراسة، هيحب هيروح يستفيد ويستوعب. بس المهم الشغل كله هيبقى على المدرس، المدرس اللي هيوصل المعلومة للطالب. فأقرص على الطالب أنه يلتزم بمواعيد مدرسته، وأقرص على المدرس أنه يلتزم بأنه يدرس صح تاخد نتيجة، خلاف ذلك مش هيفيش نتيجة. اتغير خمس سنوات، اتغير محاضرات، اتغير دروس، هو النظام مش هينفع إلا من ابتدائي يطرس على التلميذ. وتعتزم وزارة التربية والتعليم هذا العام البدء في تنظيم فصول تقوية للطلاب بداية من شهر سبتمبر المقبل، هذا فضلا عن إطلاق قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، وكذلك توزيع أقراص مدمجة على الطلاب تتضمن شرحا لجميع الدروس المرتبطة بالمناهج. أشرف إبراهيم، النيل. طيب عندنا خبر هنا عن تصنيف جديد للجامعات في العالم، احتلت فيه جامعة القاهرة مركز، خلينا نقول انه مش مركز متقدم قوي بس على الاقل ظهرت في التصنيف، لانه كان في تصنيفات اخرى معمولة على مستوى العالم ما كانش فيه مركز اصلا لاي جامعة مصرية. الجامعة المصرية جامعة القاهرة احتلت المركز 409 في التصنيف الصيني لعام 2015 اللي ضم 500 جامعة عالمية،
وقالوا انه الجامعه المصريه الوحيده اللي ظهرت في التصنيف مع تقدمها في الترتيب عن الاعوام السابقه. يعني هم 500 جامعه, احنا خدنا 409 مش 409 مش بطال. هو يعني الفكره مولانا التصنيف ده مصر بقى لها 5 سنين فيه, وفقا لتصريحات دكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره قال ان الجامعه بتحتفظ بمكانتها في ترتيب افضل 500 جامعه على مستوى العالم في التصنيف الصيني للمره الخامسه على التوالي, وانها تقدمت في الترتيب, وده طبعا بفضل جهود الجامعه واعضاء هيئه التدريس في محاوله الارتقاء بالمعايير المؤديه للتواجد في قائمه افضل الجامعات. التصنيف الصيني بالتحديد هو التصنيف الاشهر على مستوى العالم, وبيعتمد على مجموعه من المعايير المختلفه زي عدد الحاصلين على الجوائز الدوليه من خريج الجامعه او الكوادر الخاصه بيها, كمان عدد المرات اللي نشرت فيها مقالات لباحثين في الجامعه في المجلات العلميه الرائده, وعدد المرات اللي تم فيها اقتباس مقالات لباحثين من قبل باحثين اخرين. والتصنيف بيركز بشكل اساسي على المجالات العلميه او التكنولوجيه فيما يخص الجامعات المختلفه. هو خبرنا القادم عن الأوكازيون اللي بدأ بالفعل أمس الاثنين على جميع أنواع السلع والملابس وبيستمر لمدة شهر. وزارة التموين حاولت تحط مجموعة من الضوابط الصارمة فيما يخص الأوكازيون هذا العام, وضرورة أن العارضين يعني يوضحوا سعر السلع قبل الخصم وبعد الخصم بشكل واضح بالنسبة للمشترين. وكمان توقعت أن عدد المشاركين يتجاوز 3000 شركة تاجر سواء من القطاع العام او القطاع الخاص. المفترض انه الاوكازيون يستمر شهر زي ما ذكرنا, والتخفيضات المفروض ايضا انها تكون حقيقيه. وعاده احنا بنربط ما بين الاوكازيون السنوي او اللي بيتعمل في المواسم وما بين المناسبات المختلفه. اعتقد انه المناسبه المره دي عيد الاضحى المبارك اللي هيستمر الأوكازيون موجود في المحال التجارية حتى حلول عيد الأضحى المبارك, لأنه بتزداد نسبة الإقبال على المحال وشراء طبعا الملابس قبل العيد. خلينا نستمر مع وزارة التموين وتأكيدات لوزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن مصر بتتخذ خطوات حثيثة في محاولة منها لحماية المستهلك. تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون حماية المستهلك اللي من المنتظر أنه يصدر قريبا, في خطوة هامة لحماية المستهلكين اللي في أحيان كثيرة بيتعرضوا للغش التجاري وما بيعرفوش يتعاملوا زي مع هذه الفكرة أو ياخدوا حقهم بعد ما يتعرضوا لمثل هذه المحاولة. تصريحات وزير التموين جاءت خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي السابع لملتقى الحوار الافريقي لحماية المستهلك اللي بيستمر حتى يوم 20 من اغسطس الجاري. بمشاركة 15 دولة إفريقية وممثلي الجهات الإدارية والقانونية المعنية بحماية المستهلك وتنظيم الأسواق, افتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المؤتمر السنوي السابع لملتقى الحوار الإفريقي لحماية المستهلك. أنا قلت لهم هنا في الجلسة الافتتاحية أن عملية حماية المستهلك في دولنا مصر ومعظم الدول الأفريقية تختلف كتير عن حماية المستهلك في الدول الغربية اللي سبقت, لأن احنا محتاجين ندي المستهلك الأول حقوقه الأساسية. محتاجين ان المستهلك يكون قادر يوصل للسلع الآمنة الأول. محتاجين نحمي المستهلك بأن الجزء العشوائي من الأسواق يبدأ يختفي. نحمي المستهلك بأن الأسعار تبقى أسعار مناسبة, ونتكلم على كل ما توصل إليه العالم في حماية المستهلك. من جانبه قال مدير منطقة الشمال الغربية المفوضية الأمريكية الفيدرالية للتجارة أن مصر لعبت دورا محوريا في المنطقة العربية والعالم, معربا عن سعادته بافتتاح قناة السويس والتي اعتبرها بمثابة وثبة قوية للاقتصاد المصري. نسعى إلى دعم مواطنينا وإنعاش الاقتصاد ودعم التقدم, كما سنركز على كيفية دعم حماية المستهلك ودعم الحوار المتبادل. رئيس جهاز حماية المستهلك أعلن أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لحماية المستهلك, وعلى رأسها التعديلات التي أدخلت على قانون حماية المستهلك المزمع صدوره قريباً.
عندنا موضوع الاعلانات المضلله ده محور هام جدا. عندنا القوانين ازاي ان احنا عندنا قانون قوي جدا احنا قدرنا نوصل له، كان بعد تجربه ناجحه مع الاتحاد الاوروبي مع المانيا وفرنسا واسبانيا. عندنا شراكه مع منظمه الاو اس دي اللي هي منظمه التنميه الاقتصاديه والتجاره. ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فيما يخص شكاوى المستهلكين العابرة للحدود، ووضع آليات تنفيذية لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الملتقى بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك. ولاء الحديني، النيل. أكد وزير السياحة خالد رامي أنه إطلاق حملة مصر في قلوبنا لدعم السياحة بالتحديد في الأقصر وأسوان أبلغ رسالة على أمان مصر وتشجيع السياح الأجانب أن هم يرجعوا تاني ويحطوا مصر على برامجهم السياحية. وأكد الوزير أنه هذه الحملة لازم تكون بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وده اللي هتعمل عليه الوزارة في الفترة المقبلة. وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة هيواصلوا الجهود لرعاية هذه الحملة ودعم المبادرات والأحداث السياحية المختلفة اللي بيكون هدفها الأساسي الترويج للمنتج السياحي المصري والاستفادة من الأحداث المختلفة لتحسين الصورة الذهنية لمصر واستعادة الحركة السياحية. تنشيط الحركة السياحية في الأقصر وأسوان هدفه الأساسي كمان تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات والمدارس للتعرف على الحضارة المصرية العريقة ولعمل الرواج الاقتصادي التجاري بالمقاصد السياحية المختلفة في الأقصر وأسوان زي الفنادق العائمة. كمان وزير السياحة قال إن وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية متكاملة للترويج لمصر بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات. هيكون فيه اهتمام كبير بالسياحة الثقافية وهيكون في تخصيص لنسبة من 20-25% من الحملة للترويج للسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، لأن دي السياحة اللي يمكن بتدر دخل أكبر من السياحة الترفيهية اللي بتعتمد عليها مصر كمان بشكل كبير في محافظات البحر الأحمر زي الغردقة وشرم الشيخ. طيب نروح نتعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة هذا الصباح. معانا المقدم محمد البنداري المشرف في الإدارة العامة لمرور القاهرة. صباح الخير مقدم محمد. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك فندم. هل في أي اختلاف النهاردة في شوارع القاهرة، في محاور معينة مغلقة، في أي حوادث مرورية تعوق الطريق في أماكن بعينها؟ لو تدينا إطلالة سريعة على اليوم النهاردة. يعني الحمد لله احنا ما عندناش اي طرق مغلقه او اي تحويلات داخل القاهره، ما زال حتى الان يعني بعض الكثافات المتوسطه على بعض المحاور داخل القاهره، وان كان المجمل بصفه عامه الحاله المروريه بتعمل بصوره جيده على المحاور الرئيسيه، فيما عدا كوبري اكتوبر وتحديدا اعلى النيل القادم من مناطق القاهره ومتجه لمناطق الجيزه عندنا في مصادمه ليها تاثير على الحركه المروريه. بننصح قيادة السيارات سواء القادم من مناطق كورنيش القادم من مناطق الشبرا العلوي يفضل عدم سلوك كوبري اكتوبر. هيبقى عندنا كوبري 15 مايو افضل حالا من كوبري اكتوبر المتجه لمناطق الحدود او الاستكمال اتجاه محور كورنيش فمنه الى كوبري المانيال اتجاه مناطق ميدان السرايا صندان صلاح الدين في كوبري الجامعه في اتجاه حدود القاهره. فيما عدا ذلك بقيه المحاور سواء محور العروبه في الاتجاهين مناطق وسط المدينه طريق المطار مناطق لطفي السيد كورنيش الاقتصاد يعني حتى الان بصفه عامه الامور تعمل بشكل جيد. نعم لكن ما فيش اي اختناقات مروريه نتيجه لزحام مروري عادي في اي مناطق ممكن حضرتك تحذر منها او تدي ارشادات ليها؟ لا يعني الكثافات المرتفعه لم تبدا حتى هذه اللحظه كلها كثافات يعني متوسطه واقل متوسطه على اغلب المحاور. فيما عدا كوبري اكتوبر زي ما ذكرت القادم من اعلى الشهيد اتجاه مناطق حدود القاهره هو اللي باشا كثافات مرتفعه، فبننصح بتغيير المسار زي ما ذكرت اتجاه كوبري 15 مايو او اتجاه كوبري الجامعه كبديل عن كوبري اكتوبر. فيما عدا ذلك يعني احنا بنطمن الساده المستمعين وقائد السيارات على الامور المعتاده يوميا الساده المشاهدين عفوا او قائد السيارات داخل القاهره ما زال حتى الان الامور بصفه عامه داخل القاهره المعتاده كثافات متوسطه ما عندناش كثافات مرتفعه ما عندناش مصدمات ضخيمه لا قدر الله او اي معوقات مروريه. نعم انا بشكرك المقدم محمد البنداري المشرف في الاداره العامه لمرور القاهره.
دار الأوبرا المصرية أعلنت عن افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 24 على مسرح محكة القلعة يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس، والمهرجان هيستمر حتى 30 من أغسطس. هي أيضا فرصة للجذب السياحي لمنطقة تاريخية وأثرية موجودة في مصر. الحقيقة مهرجان محكة القلعة مهرجان سنوي بيقام وبيستضيف عدد كبير جدا من المطربين والفرق المستقلة، وبتكون فرصة رائعة لمحبي الموسيقى انهم يحضروا عدد كبير من الحفلات وبأسعار رمزية جدا، تقريبا التذكرة ب5 جنيه، لكن الأجواء ساحرة، أجواء تاريخية ساحرة، وفي نفس الوقت يعني إطلالة واسعة جدا على عدد كبير من المطربين وأنواع مختلفة من الموسيقى سواء الكلاسيكية العادية أو الحديثة والمتطورة. أتوب إزاي وأنا أيوب